ايوه دي هنا. مش قلت لك يا بلح ايه يا هو احنا لازم نراقبك عشان نعرف انت موجوده فين ونعدك. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ وراك شغل يا حلو، مفيش وقت. انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ انا مفيش شغل بيني وبينكم، انا مش عايز اعرفكم تاني خالص. ده انت اتجننتي بقى. بلح انا موجود ما تزعقش. لا مؤاخذه يا برقوقه، انت عايز تخلصي من عمرك ولا ايه؟ برقوقه انا موجود ما تزعقش. لا مؤاخذه يا بلح. قلت مش جايه معاك، اتفضل انت وهو بقى وما تخش المكان ده تاني ابدا. طب ممكن نعرف ايه اللي خلاك تغيري رايك؟ الحب. ايه؟ غيرت رايي لاني بحبك. سمعت يا بلحه؟ سمعت يا برقوقه. الحب ومن المغازله ده بقى اللي حبك. انا اللي حبيته وحبيتني. لا ارجوك ابعد انت، سيبنا نتفاهم معاهم، دول مجرمين ومعاهم سلاح. اذا كان هم معاهم سلاح فانا مسلح. كلام معانا عمر، ما دام بتحبها نتكلم معاه. اسمعي كلمه ورد لطه، البضاعه بالشنطه دي لازم توصل للاب وتعدي من نقطه التفتيش. يعني من الاوراق اللي انت ماضي عليها بتدل ان عليك المليون جنيه هنبتدي نتصرف فيها. انت مش قد المعلم مانجا. مانجا؟ انت مرضتي واحد اسمه مانجا؟ ايوه حبيبي، انا ابتدات اتراقب وبقى مشكوك فيا، والمشوار اللي انا رايحاه ده اكيد اكيد هيتقبض عليا فيه. طنط المانجا ليه؟ طنط المانجا ليه؟ هندي ولا عويسي؟ اسمع، الحب تضحية. ليه انت ما شلتش الشنطة عن حبيبتك وانت بعيد عن الشبهة؟ تنقل انت الشنطة ويا دار ما دخلك شر. انا الشغل في المخدرات يا كلب. ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا مشيرة، مسدس مية. خلي بالك في الأول بيجيب مية. مية تاني؟ ما أعرفش، لقيت المسدس في الحمام. بتلعب بالمية؟ مش أحسن من أي حاجة تانية؟ ألعب بالمخدرات؟ سمعتي، شرفي. شرف. وشرفك وسمعتك دي اخر عمليه. لو انت بتحبها بصحيح وخايف على حياتها قوم انت بالمهمه دي. حبيبي انت بمكانتك ومركزك محدش هيشك فيك. فعلا انت مش قلت انك ممكن تضحي بنفسك علشاني؟ اهي الفرصه جات لك اهي. انقل الشنطه الليله ونخلص من الكابوس ده بقى ونعيش احرار. ارجوك ابوس ايدك، دول مش هيسيبوني. معلوم لا هنسيبك ولا هنسيبك انت كمان. انت خلاص عرفتنا، وما دام عرفتنا يبقى بقيت مننا، وما دام بقيت مننا يبقى يا تلعب لعبنا يا تبقى مش مننا. مش مننا. قلت ايه؟ انا بقيت مش منينة دلوقتي. موافق. اديله الشنطة برقوقة. برقوقة؟ عين شكلك مدي على خرشوفة اكتر. ماشي يا بلحة. طيب بس مفهوم مفهوم. المعلم الكبير المعلم مانجا هيمنجاك اخر مانجا، وبرقوقة وبلحة هيسلموك نصيبك انت وامك، ولما توصل الشنطة المعلم موزع الشمرات. ايه ده؟ الشنطة دي فيها مخدرات ولا فاكهة؟ لا مخدرات. طيب ممكن اعرف اسم الحركة هيبقى ايه؟ رنجة. لا مشوها فاكهة بقى، مشوها فاكهة عشان نبقى احنا التلاتة في ثبت واحد. اختاروا لي اسم فاكهة. انا المعلم مشمش او كاكا ابن المعلم الكبير كانتالوب. وعلى كلمك اسمك الحركي رينج. رينج حبيبي. رمانة. رمانة رمانة. هو ده وقت حب؟ شت بلح، عيب عيب، انا في ايدي رمانة ممكن تفرط مني، فاهمني ولا اهو دلوقتي بس صدقت انك ممكن تضحي بنفسك علشاني.
احسن يا رمانه لما اشوف حكايه بلحه وبرقوقه ومانجا. طلعت عصابه خشاف. يا اخ بلحه يا اخ بلحه انا عارف نواياك، والمعلم كومبوت لازم تقولوا لي الخطه الموضوع ايه. انت هتيجي معانا وكل المعلومات اللي انت عايز تعرفها هتعرفها المعلم يوسف. معلم يوسف ده اكيد مباحث مش تبعكم. لا تبعنا. قصدك يوسف افندي. طيب ممكن اعرف ميعاد التسليم الساعه كام؟ بكره الساعه 6. ايه بكره الساعه 6؟ انت ليه بقى جنب ودنك؟ ليه معنى بكرة الساعة 6؟ خلاص جات كل قرف زفت وحش. هعيد المشهد من اول عيد الميلاد تاني. اتفضلوا. انت شخصية كارمن، كارمن اللي خايفة من حكاية المخدرات وقفت حكي، وانتوا منظركم مش عن مخدرات، انتوا ناقصكم عجلتين وتبقوا بتوع لبن. يلا من اول.